تحتاج الى رسول، فان لا تحتاج في شيء فرسول الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تقويما. فتقول لي اني اصلي واصوم واني احج بيت الله الحرام واني ازكي من المال، فكيف تذكرني بحجه انني شرطي استغل في هذه الدوله؟ ساجيبك من كتاب الله ومن سنه رسوله. قال الله عز وجل: ان فرعون وهامان رجل دولة كانوا خاطئين. نعم، فما بال الجنود ان كان فرعون وهامان يكرهون الجنود على الكفر؟ ربي لم يستثني الجنود. قال: ان فرعون وهامان رجل دولة كانوا خاطئين. وكلنا نعرف حتى في حقيقه حتى في الكتب التاريخيه التي درسناها على الفراعنه انهم كانوا يستعبدون الناس ويكرمونهم على الكفر، اي الجنود جنود فرعون كانوا يكرهون. وبالرغم من ذلك رب لم يستحي من العذاب. قال: ان فرعون وما كانت وجنودهما كانوا خاسرين. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يا اخي الشرطي، انك تستغل في دوله لا تحكم بما انزل الله، ولم يستثن الله منها الرئيس بالمرؤوس. قال الله تعالى: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا وفي الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فتقول لي اني اشهد ان لا اله الا الله، ساستشهد لك من حادثه مرت على من؟ على احلى صحابه رسول الله واكثرهم حكمه، الا وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، جاءت طائفه من المسلمين. ماذا قالوا؟ تأولوا الفئات. قالوا: ان الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم. اي خذ يا محمد، خذ من اموالهم اي من اموال المسلمين صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. والمقصود بهذه الصدقة هي زكاة الأموال. الصدقة هنا هي الصدقة المفروضة، ليست بالصدقة التي يتنفر بها المسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فجاء هؤلاء القوم إلى أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتأولوا في هذه الآية. قالوا: يا أبا بكر، إنا رأينا الله عز وجل قال: خذ من أموالهم، أي أن محمدا فقط هو الذي يأخذ من أموالنا الزكاة. أما إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فلا نعطي الزكاة لأحد. لن نعطي الزكاة بعد اليوم. لن نعطي الزكاة بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم ماذا؟ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم يصلون، وهم يحجون بيت الله الحرام، وهم يشاهدون مع رسول الله. إلا أنهم تأولوا في آية،
كنا في الثورة في السجن إن شاء الله أن نخرجها. في الثورة كل الناس تحمل الديار، والشرطة الذين تدعي أنهم يحمون الديار هم قتلوا الناس بالقناصات. الشرطة هم من قتلوا الناس بالقناصات. وحماة الديار غير من الديار أي فتنة. في كل حي خرج الرجال وخرج الشجعان من كل حي يحمون بيوتهم ونساءهم وبناتهم وعزاتهم. أين الشرطة في الثورة؟ الشرطة قتلت الناس. هذا الجواب قد أراه الله علينا واقعا في هذه الثورة. أقول لك تب إلى الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأريد أن أسألك سؤالا بالله عليك اسأله لنفسك. لو كنت في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأردت أن تسأله وتذهب إلى من؟ إلى الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. تذهب إلى الفاروق لتسأله وتسأله يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب إني أشتغل شرطة عند أناس لا يحكمون بكتاب الله ويتولون اليهود والنصارى. بالله عليك ماذا سيجيبك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ إذا كان الحليم من الصحابة، إذا كان أكثر الصحابة علما ألا وهو أبو بكر الصديق قاتل الناس على الزكاة لأنهم لا يريدون أن يعطوا الزكاة، فماذا يفعل بك أشد الناس وأشد صحابة رسول الله؟ ماذا يقول لك عمر بن الخطاب عندما تقول له يا أمير المؤمنين إني أشتغل في دولة لا تحكم بها غير الله؟ والله سيقطع رأسك، والله لا يستبد فيك أحد، سيقطع رأسك فورا. والله يا أحبتي في الله ما أعزنا الله إلا بالكتاب. هذا كتاب ربنا يلقي قلوبنا بالحق، لنعود إلى كتاب الله، لنتحاكم إلى كتاب الله، لنشفي صدورنا بكتاب الله. والله ما قهرنا اليهود ولا النصارى وما حكمنا في الأرض إلا بكتاب الله. ما حكمنا في الأرض من الأندلس إلى الخليج إلا بكتاب الله. ولما فرطنا في كتاب الله أصبحنا عبيدا عندهم. والله أصبحنا عبيدا عندهم بدعوة ديمقراطية وبدعوة تقدم. أريد أن أعطيك لك مثلا في عثمان مثالا بسيطا. في الحكم في قانون التونس، في قانون التونس الذي يبيع المادة المخدرة لا يسمى صف، الذي يبيع يحكم عليه في القانون التونسي لمدة 7 سنوات سجن. وإذا كان باع إلى 2 وكلاهما شهد عليه أن فلان باع إليه يحكم عليه الأنفر بالأنفر إلى أن يصل 50 سنة. 50 سنة من الحكم. وماذا يطردوننا من الارض بدعوى التشدد؟ هل يريدون ان نعيش معهم بدعوى انهم متشددون وبدعوى انهم متطرفون؟ والامر ان الاسلام اذا امسك هذا، هذا مثال بسيط، اذا امسك هذا ماذا يفعل له؟ يزيد 80 جلده الى سنباع الخمر. 80 جلده يحس منها ما يحس من الألم في ظهره، يعدي أسبوع أو أسبوعين وهو يحس بالألم، يذوق وبال أمره، يذوق وبال أمره. وطبعا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين لكي يرفع أمره، ولكن لا يسجن لمدة 50 عاما. فأي الفريقين أحق بالتشدد؟ نحن أم أنتم؟ أي الفريقين؟ نحن متشددون أم أنتم تطلقون أبواب السجون على الناس هكذا؟ لا الفوضى ولا تفريط، ولا نأتي لمن سرق أموال النسوة المسلمين وخان عهدة المسلمين ونقول يحكم عليه 3 أشهر فيه. هذا
الله.